ايه اللي حصل؟ اتسرق. اشتريتها ازاي؟ ظروف شراها؟ بعت ذهب مرات. اول حاجه انا عاوز اقول لك ان احنا عندنا مزارع، وانا عارف يعني ايه مواشي. انا وقفت من 10 دقايق لربع ساعه ما بتكلمش. بنتك الصغيره عملت ايه لما عرفت؟ قلعت الحلقة. ومن احلى حاجه في الدنيا هنقول دقت ساعه العمل. برنامج حلم سعيد يوميا في رمضان مع الإعلامي سعيد جميل، الساعة 7:40 مساء، حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة. هذا البرنامج برعاية